عادل عادل خاصة من المهندس الدكتور Thank you.
أشد يا خير الورى فمت أنا قلبي حبت وستة حاملة فمك بحق من أوصلك من ضغر أبوك لأمك يا زهرة الأنبياء نور عرش الله لما وضعت حليمك إيه كان جرال أمك معلش مطلوبة فحللوها لأجل الطلب بتاعها غالي صاحبها غالي عندنا وبعدين هنقول القصة لطريقها العريس بلغ الأربعين في الغر نزل جبر العالق زايد من الكتب الموبد وتلا عالق اقرأ ويعاد على النبي نص الآيات وزادوا ربك بالهدى وبالآيات البينات وزادوا ربك بالهدى وبالآيات البينات وفي أول الدعوة يا دنيا ما من الكفر آسف لكن نادم أمر الإله وحكم ربك القاضي واجب في من مكة وكان في إبريتك أروع مثل للصعايا أكرم نبي يلي ما حفظ الضلال وبعد طول الانتظار رجع في مكة في جلال وعفت عن الله سائلك وفي الحرم أذن بينا يا خير خليل لك مدد يا خير خليل لك مدد يا خير خليل لك مدد مدد يا احباب النبي اتجمعوا نور النبي مدد 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 خير الانام مسك الختام خير الأنام مسك الختام خير الأنام مسك الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هلال وصفا على محمد نعم هلال وصفا نعم سيد ابراهيم حاضر نعم والحاج محمد سعيد ايوب ابن الغربيه وابن اسكندريه اللي هو بجوار سيدي ابي العباس سيدي المرسي وبجوار سيدي ياقوت العرشي وبجوار سيدي البصيري الذي مدح رسول الله وخير مادح في رسول الله وخير شاعر قال الشعر البليغ الفصيح في رسول الله وظلت القريحة تملي عليه قولا جميلا
إلى أن توقفت عند صدر بيته الذي قال فيه ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وتوقفت القريحة، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له قل وأنه خير خلق الله كلهم. أستاذ محمد سعيد أيوب، حي الأستاذ عماد غنيم وأسرة الغنيم كلها والدكاترة والمهندسين والأساتذة ورجال الأصغر وإذاعة وسط الدلتا، وبحي الأخ الزميل الطموح الفنان الأستاذ وليد، أستاذ وليد عازف القانون، ودايما يعني يبدو أنه هيبقى في صفر اكتفاء ذاتي من كله، مدرسين مهندسين دكاترة فنانين مذيعين عازفين قانون، وطبعا ابن الحبيب، وبيقولوا في الامثال حبيب ابوك حبيبك، لان المرحوم الرئيس فريد كان له الفضل بعد الله علي في اني جيت الى هذه البلدة في اول مرة اخطو فيها الى صيفر ان شاء الله ان شاء الله. وياتيك بالاخبار ما لم تزود. سيدي ابراهيم ادي السوق جمع لنا خيمين في صف اهل الرضا الليلة سكرانين، والاولياء من زمان دايما لهم براهين، ذكرهم المولى في كتابه كلام واضح، اسبح مع الموعظة والحب يا سارح. طفلين كانوا طفلين قمرين حلوين
ما الزقة والسبرة مع طفلين كانوا الطفلين قمرين حلوين صبحا وجلال يا صلاة الزيت منظركم حلو يسر العين منظركم حلو يسر العين أخين فيهم أخ محبوب لأنه كريم الشيخ عبد الله الأخ الثاني مكروه وارتد عليه الكره حتى بقى يكره نفسه وقبل أن يبخل على الناس بخل على نفسه اللي هو طلبه الشيخ عبد الله إنه كانت فرطة حبتين كريم ودايما شيمة الكرم كده ولذلك إن حاتم الطائي لما جاله رسول من كسرى عشان يشتري الجواز منه بمئتين ألف دينار فرسول الملك جاء عنده وما عندوش حاجة فذبح هذا الحصان وكان غالي الثمن عشان يأكل ضيفه فبعد ثلاث أيام قال له ما حاجتك قال له بعثني الملك بمئتين ألف دينار لأشتري منك الجواز قال له كنت قلت قبل ما ذبحه كنت اديته هدية للملك لكن ما كانش عندي الا الجواد فذبحته شوف الكرم ولذلك ايه ضرب المثل بحاتم الطائي في الكرم ولذلك ان بنت حاتم الطائي لما انأسرت الرسول حررها من الاسر كرامة لكرم ابوها رغم ان ابوها كان في الجاهلية شايف النبي كان بيحض اهل الكرم على الكرم ويكرم أهل الكرم حتى لو كانوا على غير دين الإسلام مات الشيخ عبد الله وترك ولدين صبحا وجلال أصبحوا من صغرهم أيتام من بعد ما كانوا في سعادة وخير وسلام دار الزمن دورته واتبدلت الأيام والأم صبرة وبتكافح مع الأيام جمع مالها علشان تربيهم وعمهم البخيل ما فالش ينفيهم واشتد عودهم انما ما فضلش شيء ليكم من ملأوهم وزادت اسويت الايام انا رامي حملي كله عليك وعارفة انك ابن حلال اختك وانا منهونش عليك انا بعطي كل ما كان ليا حتى اللي كان جاي لجدية انا بعطي كل ما كان ليا حتى اللي كان جاي لجدية وانا اعملك مش بيدي محتارة اعمل لي يا جلال انا اعمل ايه مش بيدي
ترى عامل لي جلال قال يما يوعدش للغم يا ما الحياة يا أكرم أم قال يما يوعدش للغم يا ما الحياة يا أكرم أم بكرة يا أمي يزول الغم وحياتنا تفضل عالي لعال بكرة يا أمي يزول الغم وحياتنا تفضل عالي لعال يا أغلى من روحي علي يا حلمي أيام الجاية يا أغلى من روحي علي يا حلمي أيام الجاية انت واختي في عيني انت واختي في عيني من روح علي يا حلم ايام الجايه يا اغلى من روح علي يا حلم ايام الجايه يا اغلى من روح علي يا حلم ايام الجايه انت واختي في عيني وحياتنا حتصبح عالي العال حياتنا حتصبح عالي العال هروح لعمي واترجى ممكن يا امي ياخدني معاه اروح لعمي واترجى ممكن يا امي ياخدني معاه اجر في عرضه وابقى معاه على الله يما ما يكسفنيش قالت له روح ربك وياك في كل لحظه قلبي معاك قالت له روح ربك وياك في كل لحظه قلبي معاك بدعي إلهي السما يرعاك منك إلهي ما يحرمنيش منك إلهي ما يحرمنيش منك إلهي ما يحرمنيش كلام عايز أقول لك حقيقة يا ولدي بكران الحياة ساعات بيبقى مر لكنه أقل مرارة لأنك تعرف الحقيقة هلا حاسس بقلبك يما واللي كنت هتقولي لي عليه كنت هناقشك فيه اسمعني لما أقول لك أبوكم مات وترككم على الحميد المجيد وبعت كل مكان لي حتى اللي كان جاي جديد لا حاسس يما وعشان كده عايز استأذنك انني اروح لعمي عمك عمك ده يا ابني 18 سنة ما سألش فيكم حتى في الايام الغريب فيها بيزور الغريب لا معلش يما عشان ما الناس ما تلومش علي او هو اولى من الغريب لو اشتغلت عنده يبقى عمي من دمي ولحمي يعني مصمم يا جلال لا ايوه يما اتروح يا ابن ربنا يجعلك في كل خطوة السلامة فرح الولد بابتسامة امه ودعوة امه ومشى رايح على عمه جلال مشى بالعجل رايح على امه عشمان في خير
عشمان وكله أمن عشمان في خير غم من أولى بك في الضنا والشدة غرام وخبط على الباب تدعله بالعجل عمه لكنه شاف الضنا والجحب من عمه ما عزمش حتى عليه يدخل معاه الدار خابت أمان الولد من يوم ما شاف كانش عشمه في يوم يا عيني يقسى عليك عم سد الدموع على الخدين واشتد بهم ما كانش عشمه في يوم يا عيني يقسى عليك عم سد الدموع على الخدين واشتد بهم واخته صبحة تبكي عليه وتقول جلال يما طول غيابه لك ولا جاش خايفة عليك ياما قالت يا صبحة ما تنشغليش ولا ينشغل قلبك جلال بيسعى لاجل نعيش ادعيله من قلبك قالت يا صبحة ما تنشغليش ولا ينشغل قلبك جلال بيسعى لاجل نعيش ادعيله من قلبك الأم والصور وجلال يا عيني حاير الأم والأخت فحور وجلال يا عيني حاير الأم والأخت فحور وجلال يا عيني حاير من بعد عمه يروح لمين ليك يا زمان جاير لك يا زمان جايل لك يا زمان أنسي لك يا زمان أنسي ليك 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 يا زمان جاي ليك يا زمان جاي هني هني جلال ابن اخوك يا عمي ليه ما يجيش من الغرب حاجة ترد الروح ولا تسر الجهل ايوه يا اخوي ايوه جلال ابن اخوي عاوز ايه اظن النبريص امك بعتاك هكما كلية دي ايه خبيثة قوي لا يا عم انا مش جاي عشان اترجاك او استجديك انا يا عمي جاي اشتغل عندك اشتغل عندي اشتغل عندي طب شوفيني يا اخويا واحد يشتغل عنده احنا الاثنين مع السلام ازغب اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رد الحمار وقفل في وشه الباب
وبص الولد للسماء وقال من اول هيك من اول يوم ده انا معش مؤمن خليت لها البحر طحينة قاسية علينا الليالي قاسية علينا الليالي من اجل امي واختي اكرمني يا سيدي وخد بيدي يا رب العرش يا ستار الولد يقدم خطوة ويأخر خطوة حتى أذن للظهر فدخل صلى صلاة الظهر حاضرا وواصل المشوار وراح يتحسس الطريق لأي حاجة يجيب بيها قوت اليوم لأمه وأخته عدى العصر المغرب قال ما فيهاش بس هقول لأمي ايه ده انا عملت راجل ما تمكنتش من نفس الاول ليه سبحان الله محتار اقول لأمي ايه وهو واقف على باب الدار سمع الام بتتألم وبتقول اه فكلمة اه من امه غير الولد الاولان اللي راح بتاع حورية ده شايف ده ايه بقى استنوا فتح الباب وقال سلامتك يما كلام تجد في وقتك يا ولدي الوقت المناسب يا جلال مالك ياما مالك ياما ولدي الوحيد كان منايا اعيش وافرح بيك واشوف بعيني الامان ومن الحسود أرقيك
يفرح بيه واشوف بعيني انا ومن الحسو قلقيك واشوف شموع الفرح بتقيد في لياليك في لياليك في لياليك في لياليك لكن خلاص انت جيت من قبل ما افرح بيك ولد الوحيد لاجل صبحة يا جلال اوصيك صون الوصية وخلي الاخت جوه عينيك كانت دي اخر كلمة قالتها وفاضت الروح للرحمن لو شافوا اغلى حنان في الدنيا ما يلاقوا زي حنان ذا حنان كانت دي اخر كلمة قالتها وفاضت الروح للرحمن حنان في الدنيا ما يداو زي حنان ذا حنان ام الحبيبة بعد غيابي ملناش هنا في بلدنا مكان اتغربوا في البلاد واتفرقوا يا عين بعد امهم شافوا الضنا يا عين واتغربوا في البلاد واتفرقوا يا عين شافوا العذاب والضنا ورغم ده والصبرين والصبر يا اخره فرج والجنة للصابرين صبحة ليل ونهار ويقول لها مهما طال الليل في اخر نظار ونعوض اللي مضى ونطول المشوار ونعوض اللي مضى وليلنا يبقى نظار بقرب جامع تركها في رعاية الله وراح يدور على قوت وعصاد مولاه بقرب جامع تركها في رعاية الله وراح يدور على قوت وعصاد مولاه وهو ماشي رات عينه
يطوب الوريات درويش في موكب كبير بيرددهم كلمات قال دخل وسطكم ودخل معهم دار فيها شيخ متقي حوالي رجال الأطهار كان فيها شيخ متقي حوالي رجال الأطهار جلسوا الجميع في أدب بيسمعوا الآيات والشيخ جناس وسطهم يفسر الآيات وبعد ما انفضيت الحضرة الولي ما جات قال الجناس زي جم لكن ما جايله شال يا كل واحد بدون اخته حبيبه القلب ده الفل يا عيني بعض امهم شافوا الضنا يا عيني اتفرقوا في البلاد وتغربوا يا عيني وصاحبتنا تبكي من المشي ولا كنا هنعمل ايه نقعد في بلد فيها انسان ما بيرحمش واقرب الناس الينا حاجب عننا الناس ما حدش هيعطف على انسان عمه غني يا صبحة هيا بنا انت تعبت من المشي قال لا خليك جنب المسجد ده وانا متوكل على الله وما دام نتوكل على الله هيكرمنا وصدق الله العظيم وما جنى نتوكل على الله وقد غدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم يا دوبك ساب اخته مشى 200 خطوه بص لقى موكب ضامن 1000 درويش الدراويش تقسمين نفسهم 5 مواكب كل موكب بطريقة شكل وكل وبكلمات شكل إلا إنهم اتفقوا على كلمة واحدة هي ميزان الكون إذا اختفت من عالمنا اكتز الكون يا ترى ما هي هذه الكلمة Come on.
الناس ساعة مشيت معاهم وأنا شاعر بانشراح، وفضل ماشي مع الناس إلى أن دخلوا إلى بيت كبير من بيوت زمان، والبيت ساعة الألف درويش قدام منهم شيخ يتلو كتاب الله آية تلو آية، وكل آية يتلوها يفسرها، وسرحين الناس معاك لغاية ما قال لهم يلا قيموا حضرة خفيفة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. وتم الحضرة، وبعد ما تم الحضرة قال لهم هاتوا الولايم، وجابوا الولايم، والدرويش تقولش يا اخويا اخدين تدريب فرقة على اللفة حولنا الطبالي. نفحة، اصل هي النفعة، في ناس يقولك ايه اهل الفتة ما يعرفوش ان الرسول قال بارك الله في السريد، هم بيبصوا من ناحية دي انها بركة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه بياكل وجال اكل، يا دوبك خد اللقمه قبل الشيخ ما ياذن لكم، لكنه افتكر اخته تامل الشيخ الشيخ نداله وقال يا ولدي اسمك ايه سارح لوحدك وبتفكر يا ولدي في ايه طعم طيب حلال وانت ما كلتش ليه، قال له مش جاي لي قلبي يا عمي اكل، واختي بعيد محتاجة للزاد ومش عارف جرى الغاب.
سيرتهم مش عايزة تسيبنا وسيرتهم مش عايزة تسيبنا وسيرتهم مش عايزة تسيبنا ولا جينا وسيرتهم مش عايزة تسيبنا وسيرتهم ولا جينا قال له انت اسمك ايه يا ابني اشرح لحالك ويجاوبني قال له انت اسمك ايه يا ابني اشرح لحالك ويجاوبني يمكن يا ابن اقدر اساعدك او اجعلك في مكان ابني قال له انت اسمك ايه يا ابني اشرح لحالك وجاوبني يمكن يا ولد اقدر اساعدك او اجعلك في مكان ابني جلال شرح له احواله وقال له كل اللي جراله واستغرب الشيخ عن حاله وقال له ما تخافش يا جلال قوم غسلي اختك وتعالى قوم واوعاتي تعالى قوم غسلي اختك وتعالى تعالى ويلا وعاتي تعالى قوم غسلي اختك وتعالى تعالى قوم واوعاتي تعالى من حالة تتغير حالة والامر كله للمتعال من حالة تتغير حالة والامر كله للمتعال الشيخ اخدهم في رحابه وطاروا من عند احبابه الشيخ اخدهم في رحابه وطاروا من عند احبابه والشيخ واجله واصحابه على حب شيخهم حب جلال الفل هلا حاض خلاص خذوا حاض وسيرتهم مش عايزة تسيبنا اسمك ايه يا ابني اشرح لحالك وجاوبني يمكن يا ولد اقدر اساعدك او اجعلك في مكان ابني يمكن يا ولد اقدر اساعدك او اجعلك في مكان ابني جلال شرح له احوالك وقال له كل اللي جراله واستغرب الشيخ على حاله وقال له ما تخافش يا جلال
شفتك وتعالى تعالى وموي وعهد تعالى تعالى وقت لي اختك وتعالى تعالى 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 وموي وعهد تعالى من حالة تتغير حالة والامر كله للمتعال الشيك اخدهم في رحابه وصاروا من اعز احبابه والشيك واجله واصحابه على حب شيخهم حبه قلب يا ولدي انا شايفك كده سارع وبكلتش لازم فكرت ان الاكل ده جاي من طريق حرام كل واحد في الدراويش اللي حواليك مساغل في هذا الطعام من عرق جبينه قالوا يا عم الشيخ لا سمح الله انا اصلي افتكرت اختي عند المسجد فما جاليش قلبي اكل واختي جعانه زيي ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط سبحان الله هاتها وتعالى وجاب جلال اخته وشافها الشيخ فيها البراءة والايمان بسم الله ما شاء الله يا ولدي 50 دينار ابدا حياتك بيهم طبعا ما عندكش سكن عندي فوق السطح اوضتين محدش هيطلع عندكم او يقلقكم او يخدش حياتكم بس ابدأ حياتك ال50 دينار دول فرصة ان اغتنمت الفرصة فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة وربنا بارك في ال50 دينار واخذ جلاله في الاسباب فأكرمه الله وسعى واكتسب الحلال فبارك فيه الله سبحانه وتعالى من بعد طول التعب اتعدلت لحوان من بعد طول التعب اتعدلت الاحوال وجت على جوان سبب وجت على جوان من بعد طول التعب اتعدلت الاحوال وجات على جوان سبب ونعيش يا صباح تعال العيش يا صباح تعال العيش يا صباح تعال Thank you.
وقال الفؤاد ارتاح والحزن اغراح وتغنم ولاي أكرمتني الكرم الجزيل أنا مهما شكرتك يا إلهي فإن الشكر لا يوفي القليل فأنت الواجب المنان ربي وغبت الماء عذبا سلسبيلا فأحيا الأرض وانبثق النخيل بفضلك مادد الظل مادد الظل الظليل وجنات وجنات بك خير كثير لهذا الصنع لم يجدوا بديلا وكم من آية في الكون دلت وكم من عاقل عرف الدليل وكم من آية في الكون دلت وكم من عقل عرف الدليل وفي يوم جلال بيحصل فلوس فلقى فيه بركه زايده قال لها عاوز بقى ابني لك حته دين قصر ايه تداري على شفتك تقيد هو يعني انسان كل ما ربنا يديله حاجه قال لها الله ربنا بيحب تظهر اثر نعمته على عبده ايه صحيح بس دي المعقول مش واحد ربنا عطاله 100,000 جنيه يروح يجيب بيهم عربيه طب يجيب البنزين منين ها وبعدين يضطر يضحك لما يدير للبنزينة والناس صنفان صنف ايه يتظاهر الى درجة انه هو يجي على نفسه وصنف بياخدها نص كتير جدا يروح المزاد من دول ومعاه الزلموكة يقوم الرجل بتاع المزاد من بعيد لبعيد يقول له تعالى يا ما تعمل ايه قال له ادخل المزاد يجي داسس له شوية الفلوس كده ويقول له طيب ايه مع السلامة انت بقى ولا تبقى مع المعلم يقول له مع المعلم ساعة ما العلم يقول له 5 الثاني يسكت ما هو خد قرشيناته بقى وما معاش حتى لو تورط وقال اني هيدفع منين وهكذا
ويرجع بقى من المزاد أمال تجيبوا الريح تاخدوا الزوابع، لأن المال لابد يكون فيه عرق يا فكري يا يعني الفكر ذات نفسه يا برضه جهد، كونك تجتهد لابد يكون فيه وتعرق منه، وده الحلال. لأن الأونطة بيبقاش مال جاي من حلال، اللي بيعجق في أرضه وبيتعب ويمكن يا ولده يقعد للعصر ما يدوقش حبة مية ويشتغل، ده يبقى أكله حلال في حلال، واللقمة الغنية بتسري. ولذلك تجد الفلاح اللي بيشقى تجد يروح يشرب من مية الأناية وما يحصلوش حاجة، لو شاف واحد من الجماعة اللي بالك فيهم لك الله ده هيموت كمان شوية وهي زي الجن يا أخي. يا سلام، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله. انتوا لا خليك تاجر، انا طيب لو رحت وعملت صفقه تجاريه وسافرت الاقيك يعني راجل؟ ايه راجل؟ طبعا يا اخويا. ومشى صاحبنا من هنا يقول لي حكمه يعلمها الله، خطر في الحي حرامي معروف بتفننه في السرقه، معه قماشه يدخل البيت من دول وفر القماشه كده اللي في البيت كلك ينامهم ويتفنن في السرقه، يسرق ما خف حمله وغلى ثمنه، صيغه فلوس. حرامي ده بيخاطر في الحي الناس قفشوه، حرامي طلعوا يجروا وراه ادع من سطح لتاني سطح تالت سطح، اللي تقول حرامي حرامي. فبص لقى أوضة اللي فيها صفحة مفتوحة، دخل وقفل على نفسه، الناس بيجروا وراه ما لقوش حاجة على السطح. يقوم الجبان مش يحمد ربنا إن نجاه، يبص وراه لقى البنت نايمة تبارك الخلاق العظيم. الشيطان بيه من فرط الجمال خلاه، لعب الشيطان بيه من فرط الجمال خلاه حاير ومشغول وعقله من جمال جتاه. طبيه من فرط الجمال خلاه حاير ومشغول وعقله من جمال جتاه، شمم غنوع من مخدر كان ساعتها معاه، وطوى جوا نفسه وتعدى حدود الله وهي نايمة ولا تدري بما سواه، قدر عليك ان كتب لكن حتعمل ايه وانت يا ظالم يا ويلك من عقاب الله. فرحان سعيد مسرور والدنيا مستيعة، رجع جلال مجبور والربح زاد وياه، فرحان سعيد مسرور
الشهور والدنيا مستيعة بس المقدر ما حد داري بيه بس المقدر ما حد داري بيه واللي سبق في اللوح للعبد راح يلاقي صفحة بتتقلب مش قادرة تتكلم صفحة بتتقلب مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا رب واعمل ايه صفحة يا نور عين صفحة يا نور عيني يا اغلى من عيني عليك يتعبني دمعك بيتعبني ألمك بيأذيني فرحك يفرحني فرحك يفرحني دمعك يبكيني صبحة يا نور عيني يا أغلى من عيني صبحة يا نور عيني يا أغلى من عيني فرحك يفرحني دمعك يبكيني فرحك يفرحني دمعك يبكيني أبديك بالغالي وبكل أموالي أبديك بالغالي وبكل أموالي أبديك بالغالي وبكل أموالي أبديك بالغالي وبكل أموالي ده انت حياة قلبي ده انت منى عيني يا عيني ورجع جلال مبسوط وزاد الربح معاك وجاي على اخته قابلته وقعدت تبكي قال لها بتبكي ازاي ده انا هقول لك على قصه حلوه فاكر عني التقيت وعرفته وهو ما عرفنيش احنا سايبين عمنا من كام سنه هلغى لقيت راجل بيقول اديني لله فاعطيته عطاء جزيلا يعني اداه يعني ايه بدل ما يديله جنيه اداله عشره فركن الي الراجل وقعد يكلمني قال له تصور ان كنت اغنى واحد في البلد بس بخلت على نفسي وعلى غيري وعلى قرايبي فالنار لغمت في فلوسي ضيعتها وضيعت البيت وخرجت ولقيت الناس كلها كرهاني فسبت البلد ومشيت الله كيف تعيطي تعيطي اللي اديت عمي ما انا كان لازم اديله يا صبحة لاني لا ابتغي الاجر الا من الله واللي بيعطي الله يقول في حقه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى قاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم أنا ما ببكيش عشان كده انا ببكي على الم مش عارفه مصدره الم ده انا اوديك لاحسن طبيب خد غل الطبيب اسمع الصلاه على النبي سمعنا الصلاه على خير الناس فتغى وراح للطبيب يشوف نبي ده ايه قال له اكشف شوف ايه الالم ويداويه
اكشف وشوفي العالم وداويه. وقال له اكشف وشوف ايه الالم ايه الالم ايه الالم ايه الالم ايه الالم وداويه يا طبيب وداويه 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 في سبيل سلام التغى. انا مالي بأدخل قال له الطبيب ابتسم الحمل له شغرين قال له الطبيب ابتسم الحمل له شغرين من المفجر سما على الارض مغشاني. اشرب هذا الكاس واصبح معارة ما بين الناس في الامر ده انا هعمل ايه. وقال يا ريتني ما عشت يا ناس لحد ما اشرب هذا الكاس واصبح معارة ما بين الناس في الامر ده انا هعمل ايه. يا صبح ايه اللي جرالك وليه كده تغير حالك يا صبح ايه اللي جرالك وليه كده تغير حالك مين اللي غير احوالك برخص تمن شرفك بعدي. صبحة بتبكي ودمع غسل قالت له صدقني يا جلال. صبحة بتبكي ودمع غسل قالت له صدقني يا جلال. صبحة بتبكي ودمع غسل قالت له صدقني يا جلال. انا عمري ما كلمت رجال محتار ارد باي سؤال خدني وتاول عرب ايديك بدل ما تسمع له بيزيك خدني وتاول عرب ايديك بدل ما تسمع له بيزيك. ما اقدرش اشوف دمعه في عينيك واكون سبب في كلام يخزيك. حاضر 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 الامر. حي يا اخينا المعلم السراج. اهلا اهلا. ماشي خلاص ما دام الله الله العظيم ده فلوس. ماشي خد ده وراح
الطبيب يشوف بها وجدك صح. الاولاني جركه وده صبا الجركه. ليه صبا الجركه؟ بعدين بقى الشيخ انت يا سيدي لازم تكذب معانا. ألمها خلاني، ألمها بكاني، ألمها نساني، نساني أنام الليل خلاني أبات، أنا جيك نساني 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 أنام الليل خلاني أبات، أنا جيك نساني نساني نساني. نساني أنا من اللي خلاني أبات نجي، نساني أنا أبات أنا في سبيل سلام بتغل. انا مالي ما بقلبي قال الطبيب ابتسم الحمل له شجرين من المفاجأة ارتمى على الارض مغشى يا ناس لحد ما اشرب هذا الكاس اصبح معارة ما بين الناس في الامر ده انا اعمل ايه صفحة يا نور عيني يا اغلى من عيني فرحك يفرحني دمعك يبكيني افديك بالغالي وبكل أموالي أبديك بالغالي وبكل أموالي دمعك يا روح قلبي يا روح قلبي عندي أنا غالي عندي أنا غالي غالي.
الصبح ايه اللي جرى؟ الملاك يتحول الى الشيطان. قال له مغمح، قالت له مغمح، حلفت لك مش هتصدقني، ولو انت صدقتني لانك اخويا وعرفني الناس مش هتصدقك ولا تصدقني. هو قدر علينا انكتب ولازم نرضى بالقدر خيره وشره، وعشان كده تاخدني في حته بعيده وتفحت لي وتردم لي وانا راضيه بهذا الامر. قال لك ازاي؟ انت ده الشيء الوحيد. وخدها في قلب الجبل فتهيئته صورة أمه في قلب الجبل، ومثلت صورة الأم أمامه، وتخيل الأم وكأنها تناديه: جلال ولدي الوحيد، أجل صفحة يا جلال أوصيه، صون الوصية وخلي الأخت جوه عينيه. واحتار، لا أحسن وسيلة يصيغ في الجبل ويمشي. ومن بعد أخوها ما سبها في الجبل يا عين. بكت وسل دمعها يجري على الخدين. بعد اخوها ما سبها في الجبل يا عين. وسل دمعها يجري على الخدين. سمعوا بكاها عرب كانوا في الجبل قالوا لك يا بنت مالك انت رايحة فين؟ قالت لهم خايفة ومش عارفة طريق فين. قالوا لك يا صبية ما يهمك ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي، طول ما انت ويانا هنشيلك في ندن العين. طول ما انت ويانا هنشيلك في ندن العين. صفحة بتبكي وجلال شارد ما بين امرين، شرف اللي ضاع والغدر والجاني جوه مين؟ ما عرفش اسمه ولا يعرف مكانه فين، ما عرفش اسمه ولا يعرف مكانه فين. اخته اللي راحت هناك في الصحراء يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، وكل ما بيفتكرها تسيل دموع العين. وفي يوم جلال ماشي حزين مش داري يحكي السر لمين، ممكن تكون اخته بريئة، ده حلم ولا دي حقيقة؟ محتار يا ربي صبرني، عقل السليم اكتر مني، نفسي ادور راحة في يوم طول عمري وانا منها محروم، نفسي ادور راحة في يوم طول عمري وانا منها محروم.
بنادق وقلبي بيتألم وصرختي صرخة مظلوم. وفي يوم جلال ماشي بحاله مش داريه اللي جراله، شاف شاب كان ماشي وباله من منظره رائل حاله، جلال اول قرب منه وقال له مالك يا اخينا لك بس دموعك على خدك على حكايتك رسينا، قال له الشيطان يوم غراني وكنت ماشي في عصياني، خدني الشيطان بين احضانه لحد ما في يوم خلاني ابكي على بنتي اجني على بنت غريبك للان ما اعرف من هي، اجني على بنت بريئك للان ما اعرف من هي، طبعا بريئة ودي حية طبعا بريئة ودي حية طبعا بريئة ودي حية. لقيتها نايمة مجيش دارية جمالك الساحر وفتني، ما اتغني ما مهيش دارية جمالك الساحر وفتني، والعقل تاك في اللحظة دي على السليم اغضى مني، لا اتغني ما مهيش دارية جمالك الساحر وفتني، جمالك الساحر وفتني، لقيتها نايمة ماكيش دارية جمالك الساحر وفتني، والعقل طار في اللحظة دي على السليمة غطر مني، طلعت من جيبي قماشك طلعت من جيبي غمامك، شممت جالك خليتها راحت عن الدنيا وغابت عن وعيك عن ارادتها، وسبتها بعد ما راحت اعز حاجة في دنيتها. ومعرفش يجي اللي جرى الجهر سارح في ذنبي بتندم انا بتندم. ايه الجمال ده؟ العرب خدوا البنت ولقوها سارحة في الجبل، فقالوا لها رايحة فين؟ قالت لهم تايهة. قالت لهمش يا اخويا سابني. قال له يا بنت ما يهمك ولا تخافي تعالي معانا، ومشوا وخدوها معاهم. اما هو ساب التجارة وساب كل شيء، والحكاية عملت معاه ضرب تقف والسرح، لكن النار في قلبه مش عارف مين الجاني ومش عارف مين اللي فعل هذا الفعل الشنيع. وفي ليلة من الليالي ماشي سارح بيقول يا كريم
يا كريم يا كريم يا رحيم. ايه يا سيدي؟ اختبى انت والزمن، انا مش عاجبك. ما المشي ورايا، انا بقول يا كريم انت بتقول ايه؟ انت بتقول يا كريم عشان نكرمك، ورحمة رحيم عشان نرحمك. يرحمك من ايه؟ عذاب من البيت. ياه، هو انت في عذاب؟ قال له ايوه في عذاب. ايه العذاب اللي انت فيه؟ الاول اسمك ايه؟ اسمي حماد. ومالك يا حماد انت في عذاب؟ ده هنبقوا شركة. ما انا في عذاب، انا راخى. ايه العذاب اللي انت فيه؟ ضميري بيأنبني، ضميري بيأنبني، وضميري متابعني، وانا نايم وانا صاحي وندمان على اللي حصل مني. ياه، الاول عرفني بنفسك بقى، انت حضرتك بتشتغل ايه؟ تاجر ولا صاحب املاك؟ محفوظ حماده ومهنتي حرامي. ايه؟ اهلا، تشرفنا. يا اهلا يا اكلة. ما الحرامية ايه؟ ما الحرامية كتير في بلدنا. خد بالك من الراجل بتاع البرج اللي 81 برج ده، سميه ايه؟ انت زيه كده مثلا؟ لا، الحرامية دي على انواع. في حرامي بيسرق خزنة، وفي حرامي بيسرق عربيات، وفي حرامي بيسرق دكاكين ومحلات. اما انا محسوبك حرامي بشتغل بالحتة. انت بشتغل حص؟ حرامي بالحتة يعني خش على ابدع بلكونة واخد الغسيل اللي عليك. اخص الله يكتفك. انا فكرت حاجة تانية. ليه بقال هدى عبد المنعم اشرف منك بقى؟ الله، قال هدى مصر دي هدكو. ايه وبعدين يا سيدي ايه اللي حصل لك؟ كان في يوم من الايام طالع على حته سطوح، كان مرايش حبتين، طلعت فوق السطوح خدت الغسيل اللي عليه وشافوني الناس وقالوا حرامي حرامي حرامي. بقيت انط من السطح ده للسطح ده للسطح ده، لقيت نفسي على السطح في اوضه كده حلوه محنبقه. فقلت يا واد الدنيا فيها لحسين العالم دي هتاكلك قلب. رحت داخل اوضه لقيت ملاك سبحان الخلاق العظيم نايم. خلاص قلبي يسمع ويتألم وقال له ليه تظلم بريئة تحطم غاية ظالم ليه؟ قلبي يسمع ويتألم وقال له ظلمتنا يا شيطان وجنت علينا ليه 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 ليه
اختي اللي راحت هناك في الصحراء يا ظالم واللي كدمت بيديك ازاي انا ابنيك مجرم وغادر كبن وخاسر ظالم وفاجر شيطان لعين لازم اعاقبك على شر فعلك واخلي اسمك عبر السنين واخد بطاري وطفي ناري ليلي نهاري وانا في امين واخد بطاري وطفي ناري ليلي نهاري وانا في امين فضحت شريده اختي الوحيده فضحت شريده اختي الوحيده فضحت شريده عني بعيده انا ايجا فين اختي الوحيده فضحت شريده عني بعيده انا ايه فين قال له يا سيدي انا تحت عمرك خائف على مبيدك انا حقولش ليه بقولك تاني انا اللي جاني بقولك تاني انا اللي جاني انا بقولك تاني انا اللي جاني بقولك تاني انا اللي جاني وامرك انت انا راضي بيك انا راضي بيك انا راضي بيك انا 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 راضي بيه انا فالفل يا باشا انا الاهل حاضر تحطمها يا ظالم مين جرحتنا يا لعين وجنت علينا ليه اختي اللي راحت هناك في الصحراء يا ظالم واللي جدمت بيديك ازاي انا ابني مجرم وغادر جبن وخاسر ظالم وفاجر مجرم عنيد لازم اعاقبك على شر فعلك واخلي اسمك عبر السنين واخد بطاري وطفي ناري ليلي نهاري وانا في امين اختي الوحيدة طبحت شريدة عني بعيدة الاقيك فين قال له يا سيدي انا تحت امرك افعل ما بيدك ما حاولش
معرفش ليه بقول جساني انا اللي جاني وامرك انت 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 انا راضي بيك. قال له يعني نادم؟ قال له نادم. وتقابل الايمان مع التوبه. جلال المؤمن تقابل مع حماد التائب النادم التائب وفكر بقى بعقلية الإيمان. قال إذا كان الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويقبل العبد ويعصيه العبد هو يقبل توبته، قم أنا إنسان ما قبلش توبة أخويا الإنسان. اسمع يا حماد، ممكن أسامحك في شيء واحد، تيجي معايا ندور على أختي وتصلح غلطتك. يا ريت. ومشوا الاثنين سوا. وجلال كانوا مخصمين وبأمر الله اقتبحهم حبيبين، مشيوا مع الحل ذات التسنين من اجل صبحة كانوا الاثنين. للويا نغر مش شرادين نغر ويلل مش شرادين، وفي يوم ماشوا وقت الغروب وفي يوم ماشوا وقت الغروب وفي يوم ماشوا وقت الغروب، والليل مع الغربة صعيب. نادى جلال قال يا رجال يا أجل النجع يا أجل النجع يا أجل الكرام، عابر سبيل طالب طعام عابر سبيل، في اللحظة دي جالكم غدام هادي وكان طبعه جميل جب الجواب ايدن جلال جب الجواب ايدن جلال، وقال يا بيه مرحب يا خال سلم عنك محمد، وقال يا الفي مرحى دي الرجال. أسلم على محمد وجان يا ألفي مرحب بالرجال، لتن على فعل الغلام وقفوا يا عيني مشدودين، قالوا يا ولدي انت اسمك ايه ما تقول لنا انت ابن مين، نادى جلال وجال غريب نادى جلال نادى جلال، وقال يا سيم انا بسأل امي من النجار بتقول ابوك مات من سنين. نادى الغلام يما ومغطي طعم عندي ضيوف، قالت له تسلم يا جلال رحب يا ولدي بالضيوف، على بال ما حضر في الطعام عندك على عمك عري عندك على عمك عريف. وبشر اثنين ست سنين
وفي ليلة كان وقت الغروب ماشيين سوا وسط الدروب، قالوا بقينا خلاص بليل والليل مع الغربة طويل. فنادى جلال على أغلى النجع عابر سبيل طالب طعام، فلقوا ولد صغير برحب بيكم طفل جميل الصورة. يا مرحب الرجال يا مرحب الرجال. سبحان الله، انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي جلال. ابن شيخ القبيلة قال لهم انا بسأل امي ليل نهار بتقول ابوك مات من سنين، غريب الاكل من بدري ومن بدر انطفى بدري، جريح طاوي جناح مكسور وشباب الان عمر، خدتني الدنيا في دنيا يا عيني قد كف اليد، ما بتشوفش اليتيم الا بعين نسايا ما بتود، من الحرمان بنوني دار حرم غدا غريم الزوار، ويجي العيد على الاولاد يلبسهم جديد في جديد، وانا يا عيني بتقلب يجيني العيد يروح العيد، وانا عيني بتألم يجيني العيد يروح العيد، لا امي تحني ولا ابويا بيرجع من صلاة العيد، لا امي تحني ولا ابويا بيرجع من صلاة العيد. كفى يا ابني كفى، ولا عاوزين لا اكل ولا شرب، ده انت زديت نفسنا اعوذ بالله. لا هجيب لكم طعام يما عندي ضيوف. فابتسمت الام وبكت قالت له روح عندك شيخ القبيله الشيخ عريف خليه يقعد معاهم وانا هجيب لك الطعام يا ولد. جلال وحماد من فعل الولد تيخي، استغربين عن ولد ومسجودين الاثنين، والشيخ عريف برضه مستغرب على الاثنين وقال يا ميت مرحبا يا سادة انتو مين؟ قالوا يا شيخ العرب جينا جينا فايقين من سرابين في البلاد من اجل انسانة غيبة بقلقك على الحال ده سنين وسنين، صبرت سنين ما رحمنا طريقة كانت مظلومة، أي مظلومة. أنتوا متغربين من أجل إنسانة اسمها إيه؟ قال له صبحة. قال له عندي. قال له فين؟ قال له لا محرم عليك إنك تشوفها. قال له ليه؟ إن جرحي وكل شيء يتداوى يا ابني إلا جرح الكرامة. قال له بعدين؟ ده احنا وجدناها بريئة. قال له لقيت الجاني؟ قال له لقيته. قال له عاقبته؟ قال له ندم، فتذكرت العفو عند المقدرة. قال له هو فين؟
قال له ده؟ قال له النطع ده اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ حماد. ليه يا حماد عملت كده؟ امر الله. هكتب كتابك على صفحة من اجل الولد الطفل اللي ملوش اب، اللي بيبكي كل يوم عيد لما الاقي كل اب اخد ابنه في ايديه وهو ملوش اب. واقنع صفحة بعد محاورة كتيرة وبعد ما عقد العقد بالتوكيل على حماد هلا تدخل يشوف المفاجأة. والحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى انها لم ترى حماد، لكن لفت نظرها والكاميرا كلها سلطت على جلال. بالصدفة لما رأت صبحة أخوك جلال في حضن أخوك ارتمت وقالت له جيت يا جلال، وجلال بيبكي ودمعه في خدوده السام. وصبحة تقول لابنها والله بقى نجال من المفاجأة ارتمت على الأرض يا عيني وفاضت الروح لباريج العري في الحال. وكان داخل واه بالأربعة يا عين جلال واخته وابن اخته واب حزين يبكي على اللي جرى على اللي كان يا عين، واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين لازم تشوفه العين لازم تشوفه العين لازم تشوفه العين. ايها السادة نرجو تكونوا استمتعتم بفضيلة الأستاذ محمد أحمد عبد الهادي، وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب الأماني بعد ما عشنا مع قصة صبحة وجلال التي ألقاها علينا فضيلة الأستاذ محمد أحمد عبد الهادي وفريق تحرير المصطفى. وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقلنا هذه الحفلة من قرية سيفر البلد مركز دسوء محافظة كفر الشيخ لفضيلة الأستاذ محمد أحمد عبد الهادي وفرقة أحمد المصطفى على فيديو عادل العوقيلي بيتفينا، فيديو عادل العوقيلي بيتفينا الذي شرفنا هذه الليلة. وإلى أن نلتقي لكم من أطيب الأماني وسلاما ختام.